هو مستني موافقه صاحب الشركه، صاحب المال اللي هو حضرتك. انا نسيت اعرفك ببعبيكي. صحيح صديقي وهيشتغل معاي، وهو اللي هيكلم طارق. هو لعبيكه ماله؟ هو بصفه ايه الصفه الرسميه اللي تخلي لعبيكه يكلم طارق بيه؟ بيفطر معانا يعني؟ في اكتر من كده صفه رسميه؟ لا صحيح صحيح. عارف هتقول له ايه يا اخ لعبيكه؟ ايوه انا هكلمه واقول له ان احنا درسنا الموضوع من كافه الجوانب، وان في بس في جانب مش مريحني تقريبا، الجانب اللي ورا ده عايز يتردع البارد لانه مش مظبوط. وكمان في حاجه عايز اقول لك عليها، ارض الجولف اللي جنبينا دي عايزين نزود فيها الاخرام حبتين، الاخرام قليله. ايوه صح صح، انا كنت عايز اكلمك في الموضوع ده. كويس ادب عليك انك فكرتني بصراحه يعني، والحمد لله ان انت موجود. فعلا الارض ما فيهاش اخرام كتير، وبعدين الاخرام بعيده قوي عن الكوره، اطوح الكوره تقعد 3 ايام عما توصل للخرم. طب ليه؟ طب ما نعمل الخرم جنب الكوره على طول، بحيث ان ادي احلق الكوره دي تنزل في الخرم على طول، بدل ما ناجر عربيات ونحمل ونطلع عشان نجيب الكوره ونرجع تاني. ده موضوع كبير. وبعدين يعني الارض الزراعيه دي كلها ارض كبيره كبيره، مساحه هائله، ليه ما نزرعهاش نستفيد منها؟ ليه العيال في العشوائيات قاعدين على بعض بيعملوها على بعض؟ ما انا قاعد اهو في عصر زي الفل وبتكلم في مشاريع بالملايين، عشان يجي 2 عيال يعملوها عليا. كلوا كلوا وانبسطوا، المهم توافق على المشروع. مالك فيه؟ اخرام ايه؟ ايه وماله زعل ليه؟ انا قلبي مش مريحني. ليه بس؟ الراجل بيتكلم من قلبه، شكله بيقول كلام صح. يا ده بعبيك اتحرق على موضوع الاخرام حبتين. انا مش فاهم ليه اتضايق فعلا من موضوع الاخرام ده. يا ده بعبيك مش عارف. الله، يمكن هو اللي خرمها. هو اللي خرمها؟ صح، ممكن يكون فعلا هو اللي خرمها. ايه هرمونات؟ هرمونات ايه يا باشا؟ احنا بتوع هرمونات برضو يا باشا؟ احنا بنموت نفسنا عشان ندخل لحم البلد. ما انت عارف سعادتك الناس بتموت في اللحمه. وصام طيب بقى رمضان؟ لا لا لا، مش كلامي بس يا باشا، كل المستوردين قاعدين قدامهم سامعين الحوار. ماشي يا باشا، شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه وبلغونا. ماشي يا باشا، سلام. يا ساتر، فزع لما عرف ان انتوا قاعدين معايا. لحد ما يردوا علينا هنعمل ايه في الشحنات اللي واقفه في المينا؟ ما تقلقوش هتخرج المره دي. بقول لك ايه؟ لا انت انزل انت هنا بقى عشان اخوك. ما تخش وانت تخاف منه؟ لا انا اللي عايز اشوفه ولا يشوفني. خلاص امشي، هعمل لك ايه يعني؟ انت كويس ولا طاقه على وشك؟ لا تمام تمام. هتتكلم معاه زي ما اتكلم، وشك قلب كف البومه ليه؟ ولا حاجه ده جايبينه من ولا حاجه، ده انت وشك يعني غريب. صباح الخير. صباح الخير. خد يا بنتي هنا. انت كنت فين صحيح من الصبح؟ مفيش يعني، كنت بذاكر وقعدت اتمشى شويه. وانت في سنه كام على المذاكره دي كلها؟ بقالي 3 سنين في ثالثه. هي ثالثه كام سنه؟ انا في الجامعه يا حبيبي. في الجامعه؟ جامعه ايه اللي بيذاكروا لها كتير جوك دي؟ اكيد جامعه الدول العربيه. لا سفر ايه؟ ما ينفعش سفر دلوقتي خالص. يا حبيبي طبعا عاوز، بس كل الفكره ان انا عندي شغل كتير قوي هنا في القاهره، ما اقدرش اسافر خالص. لا 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 لا، طارق ملوش اي علاقه بالموضوع ده. انا بس اقول ان انا عايزه اسافر، وقبل ما الجمله تخلص تكون تذكره الطيران في ايديا والفلوس اللي هتقضيني الرحله كلها. اخص عليكي اللي هتقضيكي لوحدك بس. ماشي يا سيدي، اللي تكفينا احنا الاثنين. بتكلمي مين يا روحي؟ ماشي يا حبيبتي، خلاص ماشي، اخلص الموضوع دوت واشوفهولك. يلا يا قلبي، باي باي يا روحي. باي. ايه يا حبيبي؟ بتكلمي مين؟ دي هدير صاحبتي، ما انت عارفها، تعبانه قوي، عايزاني اروح اشوفها. يعني احنا صارفين الصرف ده كله وسايب الكنبه العسل دي وقاعد على الارض. نعمل ايه؟ العاده بقى يا صاحبي. هنسى اصلي يعني؟ تقصد ايه يا بعبيكي؟ يعني انا نسيت اصلي؟ طب اهو خلينا نقعد على الارض يا عم، مفيش كنب. ما اقصدش والله يا صاحبي، مش قصدي، اقصد يعني ان البلد هف عليا اليومين دول،
عايز ارجع البلد، يعني حاسس اني تقلت عليك الصراحة. انت من ناحية تقلت فانت تقلت فعلا. ما بهزرش يا سعادة، والله بتكلم بجد. ما لازم اقول لك ايه وانا بسمع الكلام الماسخ ده. حاسس ان اخواتك ما طايقنيش ومش طايقين وجودي. هما من ناحية ان هما مش طايقينك فهما فعلا مش طايقينك. شوف ومش طايقيني انا كمان. هما ما بيحبوناش يا بعبيكي، شايفيننا ان احنا جايين نخنقهم ونعقدهم، مع اننا بنحبهم وخايفين عليهم اكتر من اي حد في الدنيا. احنا لو مشينا العيال دي هتتدمر يا بعبيكي، البنات دي هتضيع. في مسؤولية، انا قاعد عشان خاطر الموضوع ده والله يا بعبيكي. نفسي اعمل لهم حاجات كتير حلوة، نفسي اخليهم احسن من اللي هما فيه مليون مرة. ولازم انت تبقى معايا، انا ما صدقت لقيتك وتلمينا على بعض. والجفة من ودنين يشيلوها اتنين. ربنا يديم المعروف يا صاحبي. طب انا عايز اقول لك على حاجة. تعرف ايه عن اخواتك؟ بياكلوا ايه؟ بيشربوا ايه؟ بيروحوا فين؟ بيجوا منين؟ بيدرسوا ايه؟ تقصد ايه يعني يا بابيك؟ اختك دنيا مثلا تعرف بتدرس ايه؟ انا ما اعرفش عن دنيا غير ان هي شعرها اصفر. ايوه شعرها اصفر. وبتدرس فين؟ والله ما اعرف يا بابيك بتدرس فين، بس يا عم شريف عارف كل حاجه. طب وده اسمه كلام يا صاحبي؟ شريف يعرف عن اخواتك اكتر ما انت تعرف؟ اعمل ايه؟ ما هم مش طايقني. كل ما اتكلم مع واحده فيهم في حاجه تزعق وتتنفض كده كانها شايفه عفريت. واحده واحده يا بابيك، واحده واحده لحد ما يحبوني ويثقوا فيا، وبعدين نشوف. عمال تقطم فيا، عمال تقطم فيا يا عمي. عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش اسكت. يا صاحبي يا صاحبي، اخواتك دول ولاية، لازم انت تبقى قد المسؤولية. من الاخر سك على اخواتك. انا وشادي غنينا سوا. مين شادي ده يا حلوة اللي انت رايحاله؟ هاي غنية على فكرة. مين شادي ده؟ كيفك سوسو؟ ما في بونجور؟ سوسو؟ سوسو مين؟ لا احترمي نفسك. بقول لك ايه، انا مش سوسو، انا اسمي سويلم. ما تدلعنيش تمام؟ مرة واحد زمان دلعني قطعت دماغه وحطيتها في بوق التمساح. رايحة فين؟ عند الكوافير. رايحة تعملي ايه في عند الكوافير؟ مانيكور بيديكور سوان دو فيزاج هيك يعني. ايوه انا اعرف السوان دو فيزاج جراج دي اعرفه كويس، بس ايه الفشيخير والزفير دي؟ سمك دي ولا شو بيقولوا له بالعربي؟ ايه اكلم اظافري. وتكلمي اظافرك ليه يا زعلانه؟ وبعدين هتكلميها في ايه يعني؟ ايه الحوار اللي ممكن يدور ما بينك وما بين اظافرك؟ يعني هتقولي لها طوالي يا اظافري، غيري لونك؟ عايز اتكلمي يا اظافرك، كلميها فوق في البيت مش في الشارع. الناس لو في الشارع لقيتك بتكلمي اظافرك هيقول عليك ايه؟ ترى بنتيخه.